أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 للهجرة. نعم، خلال جلستها التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعلن معاليه تحقق رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك. وحيث أنه لم يتقدم أحد للإدلاء بشهادته غير أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر شوال في هذه الليلة، وعليه فإن يوم قد الجمعة 21 أبريل 2023 ميلادية يكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرية. وقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعا جعله الله عيدا مباركا عائدا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى العائلة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك.